في مثل هذا اليوم الثامن من حزيران عام 2014 تمكنت القوات الأمنية من استعادة عدد من مناطق غرب الموصل، لكن سرعان ما استطاع داعش إجبار تلك القوات على التراجع والعودة أدراجها، حيث تمكن عناصر داعش بعد انقضاء ساعات الظهر من السيطرة على المجمع الطبي ومستشفيات ابن سينا والجمهوري والبتول والطب العدلي. قابله استمرار القصف المدفعي على الأحياء السكنية واستمرار حركة نزوح المدنيين التي بدأت بالتزايد. استطاع داعش أيضا السيطرة على خط الصد في حي 17 تموز لعدة ساعات قبل أن يتمكن قائد الفرقة الثانية من استعادته، ليتفاجأ بعدها بصدور قرار إقالته على يد جنبر وغيدان، لتبقى الفرقة الثانية بلا قائد، ما سهل من عملية هروب العديد من الآمرين والضباط تاركين وراءهم جنودهم ومقراتهم. ولتدارك الوقت والانفلات الأمني الخطير، وجه محافظ نينوى أنذاك أثيل النجيفي بتشكيل قوة من أبناء المحافظة دعا فيها ضباط الجيش السابق والقادرين على حمل السلاح للتطوع وتشكيل قوة محلية قادرة على حفظ الأمن في نينوى في محاولة لإيقاف تمدد داعش الذي لم يثنيه حينها كل تلك المحاولات. لقناة الموصلية فاتح أبو دان.